حلافاتنا وهذافها وقرن على حاجبها. فاطمة حرفية مبدعة عصامية التكوين في مجال النحت على الحجارة والخزف والخشب، تشارك بأعمالها الفنية في الدورة الأولى لمهرجان المرأة المبدعة بمعتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية. ولا من صغير أنا مغرومة، عندي غرام داخل قلبي في الخدمة الصناعة التقليدية، وصيفتي أنا ما قدرتش وقعدت لي وجيعة في قلبي كما ما قدرتش، واللي تحبت حطيت غرامي وصل هذه، والحمد لله هي مع قاعده حتى انا مره كبيره وكل شيء، وقاعده عندي غرام عندي هوي، وهاني فلاحه معناها ما لقاش الحجر اللي نخدم عليه، وليت استلهمت بصنع الدميه معناها الحصان والجمل، ناخذ من القماش وكل الموس وكل شيء نصنع به باللوح والجلد من الجفيه من الزجارة نصنع به هكا الصناعه التقليديه. مشاركات اخريات ساهمت احداهن بلوحاتها البديعه في تاثيث معرض للفنون التشكيليه بفضاء دار الثقافه بسيدي علوان. إعاقتي ما كانت ليش ان فري اكت باش يخليني ما نمشيش وراء حلمتي. المعرض هذا حبيت نوصل منه صورة إيمان، باش خليك معناها سميته إيمان في مرآة الألوان تحت شعار لوحاتي هي مرآتي التي أرى فيها ذاتي. استعملت تقنية الأكواريل كما زاد الأكريليك في لي تابلو، وأمنيتي من قبل معناها حلمي إني نشارك في معارض وطنية ودولية علاش لا. حاولنا نعرفوا بقدرة المرأة على الإبداع ودورها المهم في إثراء المشهد الثقافي وفعلها في الحراك الثقافي هذا من خلال مجموعة من المعارض لإبداعات نسائية. هي عنا مجموعة من الورشات الفنية أيضا في الرسم في الفن التشكيلي في التطريز الفني أيضا. كما تضمن برنامج هذه الدورة التأسيسية الواردة تحت عنوان فنونهن والممتد على 3 أيام عروضا موسيقية نسائية من بينها عرض الألفة. فرقتنا تضم ثلة من خيرة العازفات والمخيرة الأصوات التونسية، واللي تقدم في أغاني من التراث من الموروث التونسي.